حسين ما يخلوني أتعب. زادكم يما ماجورين والله يعودكم للفراق. الخدمة لي الخدمة ذريت يا سيدي سنيني وبيها مني زغور أمي توصيني. طريق بين المدينة المقدسة ومدينة الأمير علي. الزمان أيام ينتظر ويعد لها من قبل عام كامل. أما شخوص ملايين من العشاق يتسابقون للوصول إلى بقعة الحب. في هذا الطريق هناك من لا يعرف لغة بعض إلا دعاء عاشوراء وزيارة الناحية والجوشن الكبير وتسبيح الزهراء ترجمان لغاتهم المختلفة. سبحان الله، قلت لك إذا عدش أموال متى تصرفيها بغير مكان، أو يعني شلون واحد يتردد عن حلاله، بس من تجي قضية الإمام الحسين أصير أنت مضحي ومتطوع لهذا الشيء. فأنا حتى من مسافر منتظر هاي اللحظة نجي نخدم هاي على مداي 15 يوم. كل سنة الوزارة تقرر ما تطلع هاي، بس الله يفرجها ورا كم يوم من نريد نبدي الله يفرجها تصير إن عطلة. مواكب خدمتك يا حسين أهواها. ولاء وحب وإيمان بالقضية ومسير كالصراط ونظرات لا تترنح شمالا أو يمينا، بل صوبت نحو هدف واحد راغبة الوصول إليه لتكتب تحت قبته: إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. هذول الخدام ما نوافيهم احنا، انت هلا هل شوفين يعني يرحب بيك من بعيد، المال البارد والاكل والخدمه، خدمه اللي ما تتوصف من فضل الله واهل البيت، يصيحون يا جوعان جاي تعال على زاد ابو علي تفضلوا، يعني حتى لو انت ما تقدر لازم انت يعني يجبرونك تشرب وتاكل واحترام، وما ننسى ضيبهم ابدا ابدا. نحوف عملنا وشغلنا، هاي مو بس انا يعني عاني وابني وابن اخوي، كل احنا نجهنا نعوف عملنا، يعني نقول الرزق على الله، الله والحسين يعوضنا.